حاليا الملف طول المداولة على حسب آخر المعلومات اللي عندنا. الملف كان خصو يتحكم في سبتمبر 2018، والمحكمة ارتأت يعني تمديد المداولة لأن المحامي ديال السي فاخر وقعوا له شي مشاكل في بلجيكا، إذا كان تغيير المحامي والملف إذا في طور المداولة لحد الآن لم يحكم بعد. احنا كمكتب مسير ولا كرجاويين قبل ما كنوا في المكتب مسير نعتبروا السي محمد فاخر ابن الدار، طبيعة الحال التاريخ ديالو كيشفع له، وللأسف هادو مسائل وقعوا، احنا هذا إرث نحاولوا تصفية ديالو. السي محمد فاخر نكن له كل الاحترام كل ود، قدم خدمات جليلة لنادي الرجاء الرياضي، كنتمنى الله سبحانه وتعالى على أن نحاول نصفيه هذه المشاكل اللي بينه وبين نادي الرجاء الرياضي، لأن أنا أظن على أن السي محمد فاخر ليس له مشاكل مع نادي الرجاء الرياضي، كيكون الإنسان في واحد الوضعية نتفاهم الوضعية، كنتمنى الله سبحانه وتعالى أن نحاول إن شاء الله نديروا شي جلسة ونحاول نصفوا الأمور بيناتنا في إطار أخوي في إطار ودي يضمنوا مصالح جميع الأطراف. هو غير الاستمرار ديال الملف في التاسك يعني بأن الجلسات ديال التفاوض اللي كانت يعني ما نجحتش، معنى ما كانش اتفاق بينكم وبين محمد فاخر، يعني ما كانش اتفاق ودي باش تحلوا هذا المشكل هذا، رغم أنك تقول أنه من الفريق وبطبيعة الحال أنتم كمسيرين كتهمكم مصلحة الفريق، فعلاش فشلت المفاوضات؟ كتعرف عليا الصراحه سي بالعودي وانا نكون معك صريح، صراحه ما كانتش جلسه ديال الحوار ولا ديال المفاوضات الرسميه مع السي فاخر، كان اتصال من طرف المحامي ديالنا الفرنسي مع المحامي ديالو البلجيكي، كانوا نقاشات، وفي هذيك الوقيته على ما اظن كان وقع داك المشكل المحامي البلجيكي وتوقفت، توقفت المحادثه ما بين الطرفين. سي محمد فاخر ابن الدار ويجي نتناقشوا معاه ونفتحوا معاه النقاش في اي وقت. اما علاش ما اتصلتوش نتوما فاخر تاخذوا المبادره تتصلوا فاخر باش تحلوا معاه المشكل؟ شنقول لك صراحه، بحكم الضغط اليومي اللي كنعيشوه في مختلف الملفات سواء من نزاعات المحكومه ولا من يعني تدبير مسائل الفريق بصفه يوميه، ما نكذبش عليك على ان انا شخصيا ما فكرتش فيها يعني لحد الان، ولكن ان شاء الله نوضعها في اطار استراتيجي المكتب المسير ونحاولوا نلقاو شي قناه باش نتواصلوا معاه في اقرب الاجال. وبطبيعه الحال سي محمد فاخر من الاشخاص اللي كيدفعوا الباب ويدخلوا للنادي هذاك النادي ديالو، وحنا كنفتخروا به بطبيعه الحال. شكرا.